يلا يا شيخ انت مش تسكتش يلا الهضمه خلاص بقى ما تفكرنيش. حبايب قلبي محتاجه منكم بقى لايك كبير، نفسنا نوصل في 5000 لايك كده يلا بقى في اليوم. ربنا يخليكم لينا يا رب، وشكرا جدا جدا يا ام يارا. تابعوا الفيديو هيعجبكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي نفس الصلاه على النبي. احنا النهارده جايين لكم في فيديو جديد ويا رب يعجبكم، تحدي جديد ويا رب يعجبكم. انا بعشق الرياضه. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم تقولوا لميار تسلم ايديك عشان ميار اللي عامله لنا الاكل ده كله النهارده. التحدي ده تحت رقايه ام ميار. تسلم ايديها بجد، عامله لنا الحاجات الحلوه دي. بص طاجن الكوسه، طاجن الكوسه بص شكله اصلا من تحت كده طاجن كوسه باللحمه، يجوع شايفين. طبعا طاجن الرز عامله لنا كله النهارده طواجن، وتوت الرقاق محمر كده مقلي باين، ودكر البط المعتبر. بص دكر البط مش قادر اشيله والله، نبي كبير ما شاء الله. بص قد ايه ما شاء الله كبير. ماشي، عايزه اقول لها تسلم ايديكي. كل ما تلاقي عندي حاجه والله لقيتها بعت لي الاكل. ما تطوليش عشان انا مش قادر، يعني علشان سلمى كانت تعبانه وكده والعلاج ومش عارفه ايه وكده، والله قالت لي ما تعمليش اكل النهارده انا هطلع لك اكل، ولقيتها طلعت لي الوليمه الحلوه دي. تسلم ايديك يا ام يارا، ربنا يخليكي ليا حبيبتي. مزاجك معانا بقى معلش. ربنا يخليكي لينا حبايب قلبي. فضلا ولست امرا كده ما تنسوش اللايك، دعمونا باللايك والاشتراك في القناه عشان ان شاء الله باذن الله قناتنا تكبر بيكم. خلاص قربنا على 90000 اهو، يلا بقى غيروا ال 80 عشان انا بجد زهقت من ال 80 جدا. رقم 80 ده بقى شوق مع قولوا لهم يارا شكرا بقى، واللايك دوت ليها. اشكرها بقى بالنيابه عننا، واحنا كده كده بنشكرها. هات بقى الادوات، هنا نشوف ادوات الجريمة. تقسمي بالعدل. ما بالعدل اهو، انا عارفه هقسم بالعدل خالص. بص هو الرقاق كده كده هناكل منه براحتنا، بس الاكل بقى دوت اللي هيتقسم. بالعدل ماشي، ما هو بالعدل اهو. السكينه معاك يا. ما انا بحب. لا بص ربع من الكوسه، ما تزوديش في الكوسه، ربع بس. ماشي اهو، ربع ليك وربع لي، ايه رايك؟ الربع ده بتاعي بقى. هات طبقك بس. مش بالعدل؟ ما هو دوت العدل اهو. كده بالعدل؟ اه. يا لهوي طاجن الكوسه والله شكله حلو. ايوه ده بتاعك اهو. ماشي. لا ده طبقك انت. بجد طاجن الكوسه شكله حلو قوي. لا احنا كده لازم نشوك. طاجن الكوسه بالبشاميل. لا انا اجيب شوك. بقى انا بوظت الشكل خالص، بس عشان نقسم طبعا، عشان هنعمل تحدي جامد وفي عقاب جامد 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 يعني. خلاص كده ماشي، ناخد بقى جنب اللي هو المقرمش ده. تصدق الكوسه هتبقى حلوه مع الرز؟ هو رز حادق، الرز ده معمر بس معمر حادق، في بسكر وفي بيبقى بالملح. ده بالملح اه، يعني مش ما تقولش ايه ضمير ومش ضمير. انا مش هقول حاجه خالص، انا واخده اكتر منك على فكره. انا ما كلمتكيش خلاص اهو. احط الطاجن طيب عشان استريح انت؟ لا يا ستي حط اللي انت عاوزاه. طب استنى بعد اذنك، انا بدوق بس بسطة عشان جعان قوي. شيل ده بقى، دخل لي تكر البط. الفيديو كده يطول عليكم، انا هجرلكم الحته دي. ماشي يا عمي، بس شكرا جزيلا. بس مش عايز تاني يعني؟ لا طيب. اكل حته من الزلموكه يلا عشان نبدا بقى. استنى طيب استنى، عشان انا بحب الزور، خد الحته دي من الزور. ماشي يلا، الرقاق بقى هناكل منه زي ما احنا. هنحط بقى الرقاق في النص، نحطه في النص ونحط دكر البط. اتفضل. خلص بقى يعمل عقاب في التاني جنيه. ماشي بس كده، معلش ممكن تديني بقى المناديل؟ انا كده مش باينه وانا باكل. الكوسه طلعت تحفه،
انا عاوزه اقول لكم على حاجه، انا مش بحب الكوسه خالص في الاكل غير في المحشي. ما باكلش كوسه في اي حاجه اساسا، بس بجد بجد مع البشاميل عامل شغل جامد، طعمها رهيب. هات لي احمد بجد زي اهو، عشان اعرف اكل بضمير كده. طب اقول لك كلمه، انا هاكل. استنى اهو، نبدا بقى الاكل. بس انا ما اقول معلقش، فين معلقتي؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. كشف بالبشاميل يا جماعه، طعمها حلو 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 بجد. مش قادر نزيه كده، اجيب لك عاوز واحد تاني كبير. خش لا بويز، هات واحد بحب. خش صفته لك من الميه كمان. اهو مش عارفه اقول لك ايه، والله كرمك. ما تقوليش حاجه، قولي انسحبتي. هو اتسكلت اصلا. انا مش مشهور الرواء بصراحه، وانا برضو بحب الرواء قوي. انا بالنسبه لي احسن من الجلاب. انا بحب الرواء هو كده. طيب اهو عندي فكره حلوه، ناكل الكوسه دي. اه تعرف الكوسه بالرواء احسن من الرز. تعبتي نفسك والله يا ميور. ربنا يدوم علينا المحبه كده. حلو اللي بقى. اللي بقى فيه بيبقى فيه جيران واديهم بعض. سبحان الله، يعني انا ما كنتش عارفه حد اصلا من ساعه ما اتجوزت، ما نعرفش حد غير ايه يعني، كان حد قليل قوي ما يمنش كنت كده يعني. وكان طلع لي طبق، نزل لي طبق، احنا فين نتكلم مع بعض مش عارف ايه. لكن اول مره صاحب حد زي ام يارا كده يعني، نخش في كل التفاصيل كده، نتكلم مع بعض في كل حاجه. فوزو سخنه جدا، انت قوي اسك. انا لسه ما كانش بط اساسا الجناح اهم شيء. معلش اعذرونا بقى، عندنا فرح النهارده في البيت ده. الو احمد شاطر، هخلينا نكسب النهارده. لا ما تعرفيش، ما بقتش شاطر. لا ما تقولش على نفسك كده، انت شاطر. اوديك القناط والله. كده بتقلش بقى. زي ما كنت بقول لكم من 100 يومين، البط الرومي قصدي قريب قوي من البط، فعلا قريب قوي. البط على سنه بس الرومي حلو قوي. لا الرومي حلو، الرومي حلو بس البط على سنه في الايه. لا 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 هقول لك انا قصدي ايه، يعني تحس بحمار البط كده شويه وانت بتاكل. ايه ده حمار؟ ايه حمار اللحمه؟
اشرق والله، ولا انا شرقت اصلا؟ لا مش شرقتين بس اشرق. لو شريت ما كنتش هتاكلي تاني. الرومي على فكره اللي احنا بنجيبه احمر خالص من جوه. لا مش قصدي كده، شفت حمار الحته الحمراء؟ طعم الحمار طعمه، مش قصدي على اللون. لا والله مش بهزر، مش قادره تفهم قصدي. مش عارفه احمد انت بتقول ايه اصلا. مش فاهم قصدي والله. انت بصي، في حد فاهم طيب؟ انا والله فاهم قصدي. هو فاهم قصده. حته اللحمه البيضاء تحس ان هي ايه؟ ميعه السن، مش ميعه، مش عارف، مش عارف اوصفها لكم بجد. لا بس كلي كلي والله، دي تحس ان هي ايه، لحمتها حرشه شويه عن الرومي. يا 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 انا عندي الرومي تحفه، بحب الرومي. ايوه ما الرومي مش قادر اوصفها بس عايز ايه. بيقولكم الحمد لله ما طلعش نص الصينيه. عايز نص الصينيه اديك. بس تصدق اول مره اعرف الطاجن الكوسه حلو. يا سلام بقى لو اتاكل بعيش. حلو بجد. اه والله جميل. هو اما اكلته بالرقاق كمان طعمه مختلف عن الرز. نبقى نعمله بعد كده. في حاجه يا جماعه صغيره تتحط على الاكل تخلي الاكل مختلف بجد. زي ما قلت لكم قبل كده، مش عارف انتوا فاكرين ولا لا. يعني احنا بنعمل فراخ كتير لان الناس بتحبها، بس كل مره بتتعمل بطريقه جديده ما تملش منها على طول. الخلطه الصفراء طبعا اللي محمد اخويا بيحبها، واللي هي اللي بتدين بتاع ده صلصه على الوش دي. اه الخلطه الصفراء. لا مش بتدين صلصه. لا انا بقول لك والتانيه اللي بتدين صلصه. الفراخ لها كذا طريقه، وكل مره ما بتاكلها اللي هو ايه، انت مش واكل فراخ امبارح واكل فراخ بنفس الطعم فهتملي منها. لا ام سمير شاطره في الحته دي قوي، فراخ شاطره في الحته دي قوي قوي قوي. على طول احمد نصفني كده على طول. محمد اخويا كل ما يجي ياكل اكل تقول له الاكل مش عاجبك على طول. اكل ما اكلش تقول له الاكل مش عاجبك. لا لا انت عارفه ام سمير، بقول لك بقول لها ايه، بقول لها انت اكتر واحده شفتها بتتحكم بالتوابل في الاكل، بتقدر بتدخل اخبط الدل. ايوه بتتحكم بالتوابل. ما هو انا فاكر اللي قاله لك، يعني بتقدري تظبطي التوابل في قلب الاكل. ايه ده دوست على عظمه؟ انا عضيت بق. ده كله بقى في اللي فرمتها دي. الدوسه دي كلها على بقك ولا على عظمه؟ لا على بق. الطرقعه دي كلها كانت فين؟ ايوه هنا اهو، اهي الحته دي. اخرب بالك ده خر الدم والله. والله والله خر الدم خره؟ والله عملت خرم والله بجد. انا ست طرقعه جامده، وانا قلت والله انت دوست على عظمه. اه ده طواري جامد. هو انت بتدوس على عظمه ولا بتدوس على شفتك؟ معلش انا عاوز اعور نفسي. يلا يا شيخ انت مش تسكتش. يلا العظمه خلاص بقى ما تفكرنيش. والله تراك الجامده خلاص. عملت في الدين. طب انا كده كسبت. انت متعور هتخسر. انت كسبت ازاي؟ انا كسبت. انا كسبت. خلاص بقى. الهوا دي اللي كانت هتضيع لي شفتي، كنت اكل شفتي. هي كانت هي ايه؟ كانت انا حته. حتى كانت طالعه بره وجيتها كلها قفلت بقي خلاص. انت عشان انت
بتحسب حاجه على شفتك وانا خلصت اكل وانا انا هلبس نظاره شكلي ما بقتش اشوف. ايوه انت اللي خلاك دوست على بقك بدل شفتك بدل الاكل. ربنا يسامحك. انا كده خلصت الحمد لله بالتفريغ الحمد لله. هات لي بقى حاجه امسح ايدي عشان الطرحه اتبهدلت وكل حاجه اتبهدلت. والله يا امي تسلم ايدك. تسلم ايدك وشكرا ومعلش بنتعبك معانا. بنتعبها بنتعبها يعني. الرقاق جميل جدا. وطاجن ال وطاجن بتاع ده كوسه وطاجن الرز والبط بط حلو طعمه مسكر وجميل. انا اول مره في حياتي اكل الرز المعمر اللي هو الحالي. انا اول مره في حياتي اكله. انا ما اكلتوش قبل كده. انا اكلته قبل كده مسكر. ايوه مسكر مثلا من حماتي من رحب سلفتي كده. حتى احنا في البيت عند والدتي ما بنعملهوش. لا عملناه بتاع مره ولا حاجه ايام ما كنا بنغبس. لكن اول مره اكله حادي بس فعلا حادي حلو برضه زي المسكر. يلا اللي كسب كده اعمل فيك ايه بقى. انا اللي كسبت. انت دايس على بقك ومتعور يا راجل يا مؤمن. مشكلة بتتكلم عن اقتراع تام مقتنع بيها يعني انا اكل تاكل واخسر بأمارة ايه يعني. معلقة الرز دي اللي السبب دي معلقة رز. لا يعني طب حتى ايه يعني لما تيجي خمي خمي خمة بسيط قولي مثلا متعدين. انا لا ده هي كذبت وعايزة تعمل عقاب بتقولي اعمل فيك ايه. لا اله الا الله. يلا باشا ما نتأخرش نعمل عقاب على طول. لا والله بتتكلم جد جدا. وممكن بعد الفيديو تزعل تقول لي ما خليتنيش اعمل فيك عقاب ليه؟ ما خليتنيش اعمل فيك عقاب ليه؟ لا مش اوفر قوي كده يعني. مش اوفر قوي. يعني مين اللي كسبان كده؟ انا. هنعمل ايه بقى؟ ده كده مش اوفر. يلا يا احمد انت الكسبان. انا بهرق يا جدعان. مش حد ياخد كلامي جد. انا بحب الهزار وبحب اهزر. شفتوا اسمه ده؟ بص والله وش باين عليك تعب ازاي؟ محمود حميده ما كانش بيجري في الشارع يقول لك حسن حسن اللي مجنن النسوان. ايوه تخليني اعمل كده. مجنن نسوان؟ انت مجنن؟ قول انا مجنن مراتي. ايوه اللي مجنن اللي جننته نسوان. انا بقول اللي جننته نسوان. بجد انا اجننك؟ ما شاء الله. والله هتجننيني. ماشي يلا تعمل عقاب ايه؟ انا بهزر. بص والله وشه باين عليه الارهاق ومرهقه جدا. ده انا عديت تعبانه جدا جدا جدا. انا سيبهم الحته اللي انت عطيت فيها وكل حاجه. انا هسيب لكم الحته اللي احمد عضي فيها في شفته واتعور فيها. كان في زي حته طالعه بره فبعمل كده ف بيعمل كده بياكل الحته يعني اللي على بقه بره فبياكل احواك اللي شفته الوين. ويدوس كده راح داس او لا وداس بضمير. يعني ايه داس بضمير؟ انا والله العظيم سمع الترقعه. انا بحسب العظمه هي اللي ترقعت. لا فرق انا بحب امضغ الاكل قوي كده ففرج كمان تحس ان ايه قرشت حاجه تحت بقى. وفضل بصوا فضل والله فضل شفته تترعش كده ربع ساعه. بيدوس بضمير مش عارفه ايه الضمير اللي عنده. بس عشان تسددي نفسي كده. ما انا بقول برده كده. بس احنا ماشيه بصوا والله انا مرهقه يا جماعه وتعبانه جدا والله. وهي سلمى وتعبانه مع العيال قوي فمش هنعمل عقاب النهارده. طب يلا يا احمد شوف هتعمل ايه خالص. لا ما تقوليش عليا لو انت تعبانه ومرهقه. والله مرهقه. هو حاسس بيا. يلا مش عشان ما نطولش عليكم سيرش في الاشتراك واللايك. وقبل الاشتراك واللايك شكر خاص. لا مش هعمل كده. والله والله لا لا حنين طول عمر وانا بقول على حنين. طب اعمل ايه معاها يا رب؟ طول عمر وانا بقول حنين من يوم. اصل انا مش قادره بجد والله. انا بصوا اصلا وش عامل ده وعايزه انام وحاجات كده غريبه حاجات غريبه. اعذروني اعذروني يا حبايب قلبي اعذروني. ما تنسوش في الاشتراك واللايك وما تنسوش. مش هتعمل بجد؟ طب خلاص ده احمد سامحنا اهو. كل ما اتكلم تقاطعني. اصل انا مش مصدقه. وما ما عملش عقاب. اصل هو قبل ما يعمل تحدي قال لي بصي بقى استلقي وعدك على العقاب اللي انا هعمله لك النهارده. فقلت له انا اصلا تعبانه وشكلي ولا هعرف اكل ولا هعرف اعمل ما فيك عقاب. فهو ما شاء الله كان نسى في الاكل وهيعزم من اصلا انا جاي من الشغل جعان.
فبقول لها هاتي لي اكل. قالت لي طب استنى شويه بس ميرا النهارده عامله لنا غدا. طب هاتي لي امه صغيره اكل على ما الاكل يطلع. قالتني كنت اكلتيها في ريال. قالت لي قالت لي لا استنى عشان تعرف تاكل. قالت لي كنت اكلتيها في ريال وسكتتي كانش يعرف يكسب. انا اللي عبيطه، انا اللي بقول له لا مش تاكل استنى لما نحط على التحدي. هي اللي عبيطه. وهي اللي كانت بتكسب. هي اللي عبيطه. طب ولا ما في غير معلقه رز دهي بتاع معلقه لو لميتها والله. هو ما فيش خالص بس انا مخلص من بدري يبقى انا كسبت. ماشي يا عم انت اللي كسبت. هتعمل عقاب ايه؟ انا مسامحك يا سيدي. عن طيب خالص. عايزه اغني له ولا سامحتك سامحتك. لا لا انا 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 لا انا كسبت وهعمل فيك عقاب. انا لا انا هعمل فيك عقاب. اوعى تغني. بص متضايق عشان صوتي حلو. والله متضايق عشان صوتي حلو. مش عايز الناس تقول لي صوتك حلو يا فرياله. اتربينا يا فرياله وغني يا فرياله. غني يا فرياله. ده صوت. انا عايزه انام معدوا ليه. غني يا فرياله. هتغني يا فرياله كده يعني. فان شاء الله باذن الله تلاقوني قريب في سكار ميكر. فاطلع اغني لهم وهوريكم صوت وهوريكم ان شاء الله انا اولى مش من ورا من قدام. لا تعليق. انا هوري احمد. هي مصر بقت بلد العجائب ليه؟ ايوه عشان انا عشان فيها عجائب. هوريكم صوتي وهوريكم انا اطلع لكم في فيديو بعد كده اغني لكم في اغنيه وانتوا تقولي صوتي بقى عامل ايه عشان هو ده مش مقتنع بالموهبه اللي عندي. انتوا بقى طلعوا الموهبه اللي عندي. انت مقتنعه؟ انا مقتنعه. يلا يا حبايب قلبي عشان ما نطولش عليكم احمد سامحني الحمد لله. بس ما تقولوش احمد سامحك الفيديو اللي فات سامحيه في ريال المره دي لو كسبت ان شاء الله. قولوش هو سامحك سامحيه انا مش سامح حد. انا ان شاء الله باذن الله. ايوه من شويه كانت بتقول حبيبي دلوقتي حد. ان شاء الله الفيديو الجاي اللي تلاصلع كتير. بصوا استنوا بقى ان شاء الله العقاب اللي انا هعمله فيه ان شاء الله. يلا اللوم بقى سريع يلا عشان احنا كده طولنا. يعني ايه طولنا قوي على فكره. انا عارف احنا طولنا بس انت هتجننيني والله. لا يا حبيبي بعد الشر لسه مسامحها بتفكر في الفيديو الجاي اللي هي مش هتكسبه عشان تعمل فيه عقاب. لا تخيلوا هكسبه انت. تخيلوا وهكسبه وتخيلوا بقى العقاب اللي انا هعمله فيه. طب سلام عشان ما نطولش عليكم عشان انا كده الاكل بدا يعني يشتغل. لا ده بدا يتهدم. بدا اللي هو ينيبه. بدا يتهدم وبدا كلامه يجي بس على صدر. يلا يا حبيبه قلبي يلا ما تنساش في اللايك حلو لايك جميل وشكرا جدا جدا يا ام يارب انا خليكي ليا يا رب. يلا يا حبايب قلبي يلا وصلنا 5000 لايك في اليوم. 5000 لايك في اليوم مش كتير عليكم ولا كتير علينا والله وعلى تعبنا معاكم ده. يلا يا حبايب يلا السلام عليكم.